بونجور لكل المشاهدين وين ما كنتوا عم تحضرونا بلبنان وبكل انحاء العالم. اليوم لكينا فقراتنا مثل العاده عديده، واليوم 11 بيكون معي شيف مارون جديد. اليوم بدنا نحضر سوا سالمون باسترامي كارباتشو، بينات سويت سولتد كاراميل، بيبي جرينز اند سويت بوتيتو فينيغريت. ولتحضير هالاطباق الطيبه بيلزمكم دبس، ورق غار، كزبره، حب بابريكا، بهار اسود، كمان بيبي سالاد ليفز، فستق، سكر، خل، زيت زيتون. كل هالاسبوع موضوعنا هو الملح، كمان لكينا بيلزمكم ملح خشن، بطاطا حلوه، مرقه الخضار، زيت زيتون وخل. هاو هن مقادير اليوم، واكيد بنختم فقراتنا بتيستينج. هلا رح ناخذ سوا بريك وبنرجع لعند ناتاليا غيبي بالانس. رحنا رجعنا مارون على الهواء. صباح الخير مارون شديد. صباح الخير سبا. صباح الخير مشاهدينا. اليوم صموم قدت بارت 2. صموم قدت. I love it. كان عنا البارت 1 من يومين. يعني هون عم نكفي بعدنا بكل شيء اسمه ملح. هيدا شو دبس؟ هيدا دبس. دبس شو، رمان ولا؟ هيدا دبس خروب. خروب. بدك تحميهم على النار؟ فيي؟ حق لي؟ واو مارون. والله. أنا من بعد ما شايفة حدا بيطبخ الدبس. اوكي ليك شو رح نعمل بهالشكل يعني هيدا بالبارت 2 تبع السلمون. ذا ريفنج بارت 2 ذا ريفنج. نقول لهم صباح الخير المشاهدين، معنا مكفيين بالملح، عم نطبخ بالملح والعلامه عم نطبخ ملح في بطاطا بالفرن مع الملح. طيب نحن نهار الأربعة عملنا سومو مارينيه وعملنا سلاش باريميسيو، قددنا السومو حطيناه ببرد لأن المشاهدين ينطرونا لليوم. فاللي كان معنا نهار الأربعة وهلا بنرجع نشرح شو عملنا نهار يعني الأربعة، ما كان معنا نهار الأربعة في يرجع يحضر الحلقة على السايت على الفيسبوك بيج تبع مارون شديد أو فيسبوك بيج ام تي في الايف. ام تي في الايف ابسولوتلي. مارون شديد أكيد فيكم تطرحوا له أسئلة على الفيسبوك بيج بنجاوبكم عليها بجاوبكم أكيد. الفكره اليوم انه هالسومو اللي انعمل ماريني رح اخذهم بعد شوي، عشان هيك بلشت بالشيء الاسرع اللي بدي اياه يبلش. رح اعمل جليزنج للسلمون لانه مثل ما شايفه سلمون باسترامي. باسترامي يعني كانه اذا بدك بين تو بيج 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 باكتس. لما بنعمل حيال شيء بنعمل له جليزنج ولا بنعمل له كراست مثل برزولا مثل بسترما مثل هيدا. سو عم نعمل هيدا ستيل يعني عم نعمل السومو مع ميلونج دي بيس عليها من برا. اوكي اللي رح اعمله هلا باسترامي جاي من البسترما والله. سو اللي رح اعمله هلا مثل ما شايفه عم باخذ الورق ال بس عم بتحمي دبس الخروب. رح تعرفي ليش، رح اغطي النار هلا شوي لانه ما بدي كثير يغلي. رح حطيت هون شفتي ورق الغار مع شويه طحين. طحين رح ارجع احط هون عليهم ال شو اسمه الكايان بيبر. رح اخذ اول مره بتفصفص ال رح اخذ هيدا. أنا كثير معصب اليوم بدي شيء فصفص. بدك كثير معصب. خلينا نفصفص ورق الغار. رح اخذ البلاك بيبر. رح اخذ اول شيء قبل ما اخذ ورق الكزبره، ورق الحبوب الكزبره، ورح اطحنهم بهيدا الشكل. هلا بفرجي المشاهدين شو عملت. بدك تحطهم على وبدي احطهم مع ال دبس؟ مع الدبس. هلا رح اقول لك شغله، اكيد المشاهدين عم شايف مارون شو عم بيعمل يعني. ايه او انه انا كمان مش بس المشاهدين او انه ودهالي شو صار له لمارون. ايه الفكره هي وين؟ عم نشوف الفيسبوك بيج لمارون جديد، فوتوا اعملوا له لايك. وكمان على فيسبوك بيج لا ام تي في الايف. وحاضر دوختها لرنا. اوكي رح ناخذ هودي شوي. اول شيء بدي اعمل هيك لشيل كل الريزيديوز من البيبر. انا بدي بس المينيونات تبعهم ورح احطهم هون. منك قليل ابدا. هول شو بيعملوا؟ هدول هلا بنشوف كيف الله بيفتح بوجهنا. هون فينا نستعملهم اكيد. طيب رجع اخذ رجع اخذ كزبره حطهم على النار. نعم ماني معروف.
هلا ياخذ كزبرك على درجه بس امجا يغلي يعني بدي اياهم ثلاثه يعني بدي اعمل انفيزيون للدبس بال دبس خروب دبس خروب بعمل انفيزيون للدبس بال بالابيس او انفيزيون للابيس بالدبس اذا بدي اصلح التعابير هلا هون كمان دقيتهم لحال للكزبره كزبره لانه الكزبره اذا بدك مور ديليكيت يعني كمان رح ارجع احطهم هون لانه انا كل اللي بدي اياهم بدي الهاسك اللي برا او القشرات اللي برا يحن اوكي طيب هلا هاي دول رح نتركهم واو شو بحب يعني السكري دبس سكري يعني عم بتبهروا كثير يعني عم نعمل سويت اذا بدك سبايسي سويت اوكي هلا الفكره وين كمان هون انتبه ما حطينا ملح رح اروح للسومو بعد شوي رح اجيب السومو طيب واو هيدي بدنا نغطي السومو فيها وناكلها رح نعمل جليزنج للسالمون فيها وبعدين رح نرجع نعمل السومو شو اسمه بعدين رح نرجع نقصه ونعمله مع السلاد مع كل القصص بيت هيفن I'm in heaven. I'm in heaven. طيب خليني احط هدول هون. السكس ولا طيب هلا هيدي السلمون يلي اشتغلت قددناها. فيها قددناها نهار وانا امبارح لما جيت كمان برمتها ابسولوتلي هون محضر تحت الهواء شو اللي عم نقشعه برا ميه السمو رح فسر هلا رح فسر الشيء اللي كنت عم بقوله نهار الاربعاء اذا بتذكر نهار الاربعاء لما كنا عم نحكي كنت عم بحكي عن الملح وخصائص الملح بالاكل وال كثير قويه خصائص بروبرتيز بروبرتيز وشو هن كمان الاستعمالات المختلفه او شو بياثر الملح الملح بنستعمله قلنا لننشف ديهايدريشن الملح بنستعمله لننقع لنقدد تقديد هيدا الملح بنستعمله لما بدنا يصير عندنا فيه سام كايند اوف اوزموز اذا بدك اللي هو صار هون بهيدي الفيلي على 3 ايام اللي صار على 3 ايام انا لما حطيت الملح وحطيت السكر والابيس والابيس والكزبره وكل هيدا نزل مي المي منين نزلت طلعوا الميات من طلعت المي من السمو لانه الملح الصوديوم عم بيفوت على السمك على اذا بدك الكونكتيف تيشوز سحبت الميات من سحبت المي كلها لبرا والطعمه من السمك رجعت هالمي طلعت وانخلطت مع الملح ومع السكر ومع الابيس شو صار طعمتها طعمتها صارت سكري سالي سكري سالي رجعت هاي المي هي ذاتها فاتت لجوا بلشت تاخذ فليفرز من برا لجوا سو صار عندنا على طول هيدا اذا بدك الاوزموتيك رياكشن او النانيشن باي انترتشينج هالانترتشينج اللي عم بيطلع من السمك للابيس من الابيس للسمك هيدا هيك بي ما بعرف اذا معقد كثير لا بس هلا هون هي السمكه شوف الريحه إذا بدك بس شو فيها خليني افتحها مزبوط يا حية شفتي شو عندي هون إذا بتحطي إيدك حط إيدك على السمكة شوي ستيف معلش شو قاسية ستيف قاسية الأساوي منين جاي هيدي صارت طلع المي طلع المي صار في تنشيف صارت كيورد صارت كيورد هيدي خلاص هلا رح أتركها على جنب هون هيدي صار هلا برجع نشرحها لكم هيدي صارت كيورد السمكة كتير قاسي صارت كتير قاسي لأنه سحبنا منها المي وهون كمان الشلف لايف بيزيد إنه مدة حفظها بالبراد بتزيد ليش؟ لأنه سحبنا منها مي يعني البكتيريا وهيدي فينا ناكلها بسهولة هيدي فينا هلا خلص صارت ريدي تو إيت ريدي تو إيت نية ريدي تو إيت هي بطلت نية هلا خلص بطلت صارت كيورد يعني ليش بطلت نية؟ لأنه سحبتي منها المي سحبتي منها كل شيء من جوا نشفتيها مثل ما هلا في أخذها أعملها سموكت إذا بدي أعمل سموكينج بدي اعمل مارينيشن مش 3 ايام بدي اعمل مارينيشن بس 12 ساعه بس هون كمان حسب سو شفتي كيف صارت هلا بدك تغسلها بمي وثلج لانه هلا بتكون مالحه كثير بعدين ليكي شكلها كيف صار ثبتت لها لونها صارت قاسيه ولونها تغير وثبتت لها لونها يعني كل شيء هلا صار بقلبها تغير فوالا هدول اذا باخذهم وبدوقهم اوه طعمتهم كثير طيبه عن جد طعمتهم كثير طيبه ما راح اعملها بتعرفي انترستينج واحد يتعلم هودي الطعمات هلا اني هاو فيكي ما تعمليها مش ضروري انا عملتها عنك
ثانك يو مارون. اوكي هلا هون شو رح اخذ؟ رح شيل هودي بروحوا على الكب. اوكي اوكي سو هدول رح شيلهم اكيد لورا، ما بدي اياهم بقى. رح شيل هيدي. هلا بالتالي رح اخذ هيدا، رح حط فيه. انا هيدي دهشتني هالخلطة هالمزيج. هلا هون رح اخذ هيدي السمكة يلي نشفتها ستيف. اوكي ما هي بدك هلا شو؟ هلا رح حطها هون. اوكي لنشفها على الاخر. هيدي خلص هون سحبت منها الاكسترا ملح، لانه هلا هلا اللي بعده موجود بالسمكة هو بس كمية الملوحة والطعم اللي بديها فيها. هرجع اخذ هالكينكس. فوالا. واو كيف ظهروا كل الميات. ها يا حي. اوكي هلا بالتالي هون رح اغليهم بعد شوي. رح تشوفي شيء شم ريحة مارون مش معقول. مش بس ريحة، انا بدي ذوق الطعمة مع انه هلا بتكون كثير سخنة، بس رح يذوق الطعم شوي. لازم سبايسي شوي، فيها طعمة الابيس. شوفي البالانس، اتس ا بيرفكت 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 بالانس. I'm sure you're going to find the same مثلي. بتسطر. اوكي شغلي بس نسيت شيلها من شنطتي، خليني شيلها. رنا قاعدة عقلي. حبيتي الطعم ستيف؟ كثير. اوكي عظيم. هي طعمة الكزبرة اللي عم طعمة الكزبرة وطعمة الابيس. هلا هون شو رح اخذ ارجع؟ حطيتها على 10. اوكي انا بدك تعملها هيك. واو انا بحياتي بعد مش اكل الدبس السخن. اكلت اليوم على طول في اول مره. ها دائما. هلا شو صار هون؟ هذول كلهم هلا رح اخذها. وين حطها؟ حطها بالفريزر. فريزر. انا بدي شو بدي يصير هلا؟ بده لما فوتها على النار على المي على على السمسقه والدبس، بما انه سكر والسكر لما بنسقعه بشد. سو رح فوتها على البارد لحتى يشد الدبس كثير منيح. هي بس اغليها لانه ننظفها بسرعه، لحتى بس بدي بلش اعمل سلايسينج اقدر اعمل سلايسينج بسهوله. وهون رح اتركها مثل ما هي هيك، رح انساها هلا، رح اعمل شيء ثاني. اوكي واو فوالا دقرت شيء صار وكل ايدي دبس. هيدي المسكي تبع طبعا انا مسكتها بايدي كنت حاطط الكفوف هون بس على نظف هيدي، بصير تنظيفها اهين بعدين. فوالا نحن طيب. اصلا بالمطبخ واحد بضل يصوب ايديه طبعا، نحن بنصوب ايدينا قبل ما نطلع على الهواء طبعا، وبنعقمهم ونعقمهم وبنعمل كل العده اللازمه. طيب اوكي هلا شو بدي اعمل؟ سلطه؟ هلا السلطه رح سلمك اياها لك. ايه شو كيك. بدك نعمل؟ ماشي بدي منك تاخذي هدول حلش لهم شعراتهم. مترولي ما ضروري كلهم، قد ما بدك منهم تاخذي هيك شوي. تمام زول. بهالوقت شو رح نعمل؟ بهذا الوقت رح نعمل هلا اللي رح نعمله نحن بالوصفه بالاخر، رح نسلمه ونقطعه نعمله ستيل كارباتشو. رح نحطه بجاط، رح نحط عليه الاونيون، رح نحط عليه الجارنش اللازم. رح نعمل سمول سالاد معهم باللي عم تعمليها بايدك. شو بدنا نحط على السالاد؟ دبس. غير دبس. دبس لا ما رح نحط. رح نعمل فينيغريت بسويت بوتيتو فينيغريت يلي بالفرن. يلي بالفرن. هلا رح شيك عليها شوف شو صار فيها. بس قبل صار لك ساعة حاطط البطاطا بالفرن لتعمل منن صوص. منن صوص. هودي أول ما جيت عملت هيدي الشغلة. هلا اللي بدي أعمله بدي اخذ بطاطا حلوة. بدي اخذ البطاطا حلوة نعم. رح اخذ هلا سكر. رح اعمل كراميل سلي.
لانه بدي اعمل كاكاوات. كيف سلي؟ بدي اعمل فستق عبيد. اوكي. فستق عبيد وكراميل سلي. مع الكراميل المملح. رح نعملها هلا نحن والمشاهدين وشوفي الاند ريزلت تبعها شو بدها تكون. هون عندنا اربع انواع من الخس. فينا نجيب روكا، فينا نجيب سيبولات، سرفير. مشاهدين انتم هدول شو؟ هيدا فريزي. المشاهدين اكيد النوع اللي بدهم اياه هن فيهم يستعملوه. ونحط شوية مي عليها مثل عادة لما بنعمل كراميل. وشوف شو رح يصير هلا. ما كثير انا بهيدا. ولا هيدي هون. يا مارونز. بقد مارون ولا بعد بدك؟ بقد اذا بدك تزغريهم بس بعد شوي. هون هيدا السكر مع شوية مي. كيف بدك تعملها سلي؟ زيت فوقه ملح؟ بدي احط فوقه ملح. اوكي. بدي احط معها كمان زيت زيتون وبدي احط معها فينيجر دكزريس. وبدي اعمل هالكراميل بال اكيد هذا الفستق العبيد اللي جايبه مملح. اوكي. فيك تدوقي تتاكد اذا بدك. مضبوط مملحين هيك؟ مملحين. عشان المشاهدين يعني بس مشاهدين. صدقوه. بس؟ بس. اللي هالقد سريعة اليوم. اوكي. بتقطع الوقت بسرعة ما بنحس. هلا. طيب بهذا الوقت خليني اجيب من الفرن لشوف شو صار لشوف شو صار بالبطاطا. استويت ولا ما استويت؟ اكيد بتكون استوت. بعتقد بعد انتبهي ايدك ستيف بليز. اوكي. اوكي. ها يعني صار له تقريبا تحمل بعد شوي. هلا بخلص من الكراميل بخلي هاي بالفرن. طمرنا البطاطا الحلوه بالملح بس. ملح خشن. ملح خشن. ما زدنا شيء مع الملح. لا ابدا. هلا بخلص الكراميل اوكي. هلا هون رح اخذ هيدي. انتبه بس بليز ما تحرق ايدك لانه بخاف. هلا اوكي. شوي اخذ هون عندي. عم تسمعها لرنا؟ بس عم بحاول ركز هون حتى ما يضيع تركيزي لانه بالحق لرنا هون. رح يبلش هلا السكر يصير كراميل اكيد. حطيت حضرت حدي الفينيجر بالزيت. حضرت حدي زيت الزيتون. وعندي هون الملح على ايدي سلور دو سيل. اوكي. الفينيجر دكزريس هو اللي بده يعطيني اذا بدك الاسيديتي بقلب الكراميل والبالانس بين السويتنس والاسيديتي. الاسيديتي بتكون كثير كثير بعيده. زيت الزيتون ليعطي هالريتشنس. ما بدك تحط تستعمل الحامض؟ حامض لا ما بدي. لا فضل فضل الدكزريس. هون بلش الـ بلش الـ السكر. Is it the birthday girl؟ ايه هاي كاتيا. كاتيا هاي. عيد ميلادها كاتيا. انا اليوم عارف انه عيد ميلادك عشان هيك عم بعمل لك عم بعمل شيء عن جد اكسكلوسيف اليوم. غير شكل اكسكلوسيف. غير شكل ما بقى في اطيب. هون الكراميل عرفتي زوي عم يعمل كراميل؟ قلت لها لا مش معقول. بلا بلا شو خص هيب هيك. بلا بلا زوي يا حيي عم بعمل. بعت لها تحيه عم تحضرنا. بعت لك تحيه كبيره كبيره. هاي هون شفتي كمان رح خفف النار لضلني انا مسيطر على الكراميل. مع الكراميل شي مي ما مع الصمون رح ناخذ عم إيه عم بعمل كاكاوات وكراميل سلي مع حتى مع خل وزيت زيتون. بس قبل ما كنا عم نقدد الصمون صحيح. جيب دبس خروب. اي اوكي. دبس خروب. دبس فكر خروب. دبس رمان. لا دبس أوكي. خروب وحطهم على النار. حط فيهم دي زيبيس مثل كزبرة حب كيان و طيب حيالها دبس خروب يعني على إيه حل على حلاوته. إيه إيه على حلاوته. حلاوته بس ايبيسي صار. صار ايبيسي. هون هيدا الكراميل دهن الصمون فيها وحتى بالفريزر. هيدا الكراميل انا طعميكي شيء غير شكل اليوم. 5 اطوال مش 4. مارون بيطبخ الطبخة وستيفاني بتشوف حالها فيها. كلنا بنشوف حالنا فيه. نحن بنشوف حال انا بشوف حالي فيكم. شفتوا شو صار هون؟ صار عندي الكراميل. صار عندي الكراميل والكاكاوات مع بعضهم. يا لطيف.
اوكي كثير احتفالي هالدش احتفالي هالدش ولو يوم كبير مينيموم مينيموم هلا رح ياخذ كمين بس انت ترجع تحمل حلي عنها فينيك حطيت بس رح فسر المشاهدين قبل ما اطلع على الهواء شو عم بفينيكرات رح ياخذ بطاطا الحلوة يحطها هون رح احط مع زيت زيتون رح احط مع تنحط هون رح احط زيت زيتون هلا مع الكراميل ورح احط معهم كمان فينيكر بالزيت مش انا اوكي انطرهم شوي هيدي كانت المفاجأة بس نحن الاحتفال ماشي معنا ايه اكيد ورح اخذ ملح لحتى اعطيها اكيد الكاكاوات هو مملح هلا رح اخذهم كلهم شفتي شو صار كيف انطبخ الكاكاوات واو يحني فوالا شفتي شو صار يحني هلا هو باخذهم شو بعمل فيهم ستيف؟ بنحطهم هون رح حطهم على السيليكون على السيليكون بيب على السيليكون تابي سيليكوني هيدي كثير يوسفل بالمطبخ صح احسن ما نحطهم على احسن ما نحطهم على البلاطه او على ورقه بس هو اللي حتى على ورقه كمان برجع بفلشهم شوي بهذا الشكل هلا انا شو رح اعمل؟ ليسقعوا رح اتركهم ليسقعوا مش ضروري رح اتركهم برا عم يدهنى مارون اوكي هلا هيدي رح شيلها احط لها مي كمان ارجع اغليها على طول هيدي كمان تكنيك المشاهدين بالبيت لازم ينتبهوا له انه لما بيشتغلوا بالسكر او بالشي بيعلق بنحطهم على طول بنرجع على النار هلا انا رح اعمله قبل ما نفل ستيف على السريع رح احط هون البوتيتو رح احط فيجيتابل ستوك رح احط فينيجر دكزاريس رح احط زيت زيتون ونخفقهم رح احط زيت زيتون ملح بهار شويه بيبرونشينو اخفقهم لتطلع صوص على حتى بعدين على السلطه على السلطه اوكي سو نحن نرجع بنشوفكم بتيستينج هلا رح ناخذ سوا وقفه بترجع بتلاقيكم كاتيا على الطريق انا بلاش بدوق ما عملنا شيء اليوم مع بيرثدي جيرل بحق لك يعني واصلا نحن كل هال لازم نستفيد اليوم لانه كل شيء بحق لي كل اسمعي كل هالفستيفال كل يوم عيدنا كل هالفستيفال يوم كرمالك يلا هلا هون بس رح شيل فرجي المشاهدين على السريع ما رح اشتغل فيهم اوكي انا عملت السويت بوتيتو كولي او فينيجريت يلي هي البطاطا اللي هون يلي هي البطاطا اللي هون يوم كاتيا بتعمل بالدقيق طبختها بقلب الملح للبطاطا ليكو كيف طلعت اخ الله يطول بعمرك فكرت على طولك يا روح لا بس ريحتني لانه سو هون شفتي البطاطا كيف اخذي شكلها بقلب الملح واذا بطلع فيها بفتحها شوي بهذا الشكل يعني هذا السكين واو اي لاف ات تخيلي هيدي هلا عم باخذها عم باخذ ملعقه وين ملعقه؟ هون ليه تتخيل بجرب هلا رح اعطيكم اياها تجربوها بتاخذوها هيك سخني شوي يا شو بي نايس هيدي منا بالبروجرام ريحتها كثير طيبه لا لا كاتشو بس ريحتها بطاطا مش بطاطا حلوه ايه بطاطا ما في سكر طيب هلا موفينج لل شفتي شكله شو حلو بتعقد هلا شو رح اعمل هيدا السومو يا حوة يلي عملنا له الجليزنج كله عليه طيب. شكله حلو بالصحن ولا انا بحطها هيك تعقد بصحنك هلا شوف بركي بعمل بهديك شيء خليها هلا شو رح نعمل انا حتى حضرت السلاد هون شو بدك نعمل بالسلطه بدي منكم هيدي لكم انتم ميك يور اون سالاد اوكي بتاخذوا السلاد طيب ليكو انا بعملكم سلاد اوكي كاتيا خلص يلا براس
بعدين هون بتاخذي الملح والبهار والهيدا اللي بدك اياه هون. أوكي. عندك الفينيجر بلساميك، عندك زيت الزيتون، عندك خل تفاح وزيت حار. شو عاملكم؟ سيزن يور سالمون. اوكي. انا بهالوقت رح قص السلمون. اوكي. ورح اخذ ال 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 فينات الفستق العبيد المملح الكراميل اللي المملح. هلا بعرف انه ما دقتوهم بعد. لا لا ابدا ما دقنا شيء. الكاتا الشاطره. برافو. فانتاستيك. اوكي. بهالوقت انا رح اخذ السلمون رح قصهم رح احطهم على هذا الصحن. بهذا الشكل وبرجع انتم هيدا شو كاتيا طيب عبتعمل واو طيبه ها انا كثير بحب الزست كثير بالهيدا اوكي سو كاتيا عم تتبل السلاد بهذا الوقت انا عم بقص السلمون بنحط السلاد بصحون بعدين بنحط السلمون عليها مع الكاكاوات او فستق عبيد الكراميل المملح ورح تشوفي فاين رح تشوفي كاتيا هلا السلمون وستيفاني طعمه المناظر يعني رائعه المكسشر بالطعمات رح تشوفي انه في شيء مالح في شيء حلو في شيء سبايسي مع الاسيديتي اللي رح تطلع من السلاد اللي بتاخذ لها رح تحضرنا اياها كاتيا وسبايسز هون بتحطي بهار اسود ولا بهار ابيض ولا ملح اللي بدك طلعي شو حلو ما تعطي الهم لك كاتيا شوفي شو حلو شو حلو هالانتر اكتيفيتي يعني هالشيء كثير مهم شو حلو هالانتر اكتيفيتي يعني واحد قاعد على طاولته وعم بحضر وعم بيعمل دريسنج للسلاد تبعه أوكي. يعني عندك ضيف ببيتك او ضيوف حطيتي لهم اياها يلا دريس يور اون سلاد ايه بس باوقات في ناس ما بحبوا بس مهضومه بتسلي انا بس معك حق ستيفاني بس اتس حلو الواحد هيك شوي يطلع اوت اوف ذا بوكس يعني ما نضل بعرف انا دائما اوت اوف ذا بوكس دايما اوت اوف ذا بوكس بس في ناس ما بعرف ما إيه بس بتعرفي على طول انه انا على طول لما بعمل شيء بحب اعمل شو انا بحب يعني شو بحب الناس تعيش الاكسبيرينس اللي بدي اعيشهم اياها هلا مرات بتزبط مرات ما بتزبط اذا رحت معزومه على عشاء بحب ساعد عرفت؟ انا كمان لا والله بحب هلا بالاتيكيت قال لا ما لازم ايه بس لو هيك كل اصحاب وهيك بحب اذا بتساعدي بتطلع مهضومه ايه اوكي شفتي لمعيه السمو شو حلوه بتعرف شو رح اعمل كاتيا رح اقص بصلي رح اقص بصلي اعملها رينجز بصلي من هالبصلات الحمر هون بياخذوا العقل لشو؟ لنحطهم على وجه السلاد اخر شيء بدك بصل على السلطه؟ اوف كورس ستيفاني هيدا ما بدها طيب خلص حط بصحنه لا لا بتحط بصحنه اتس اوكي هيدا كتير حار الزيت الحار ايه اكستريملي حار هلا انا باكل حار وستيف تاكل حار واي بريزوم انت كمان ما رحت كتير اني anyway. سو ما في مشكل طيب هلا كمان فيكي تعملي شغله لتطلع السلاد ايبر اكسايتنج اذا بدك بدنا على مستوى الطعمات تيني سكين تاني رح اخذ هالكراميل هالفستق اقصهم بهيدا الشكل حطهم على السلطه ياي مروان بس خلصي كاتيا إيه هيدا الفستق لازم تجربوه ببيوتكم كثير طيب كثير طيب وكثير هين يعني اكيد مشاهدين شافوا قديش اخذوا وقت معي ولا يا حيي اوه اه هون مطرحهم اوكي ريت هلا هو مطرحهم هون يعني انا كنت اعمل شيء ثاني بس رح فرجيكي بعدين شو اعمل فيه لازم نفرجيهم للمشاهدين برافو كاتيا ثانك يو ولا السلطه اللي عملتها كاتيا هي السلطه اللي عملتها كاتيا يعني هلا سمو رح وقف كاتيا بلشي انت وستاف اذا بدكم تحطوا بصحونكم السلاد سلاد انا رح احط لكم هلا كمان في اعمل شغله في اخذ السمو حطه على وجه السلاد بس انا بفضل لا خلي كل وحده روحها لحالها بتعطيني صحنك بما انه ما بدك خلي لك الوحده قيمتها اذا بتريد ابسولوتلي حاضر هيدي هون هيك بتعرفي هلا خليني اعمل شيء ثاني خي شو حلو بس يكون لنا وقت للتيستينج ايه انا ايه بنرتاح اوكي سو هيدي هون بس هيك مش حلو هيك رح اعمل فقستينا رح اعمل هيدي هيك بعد في الكولي البطاطا اللي عملناها ستيف ايه رح احطها هون او بتعرفي هودي خليني اعملهم بهذا الشكل خلي يكونوا هيك شوي خوت ما بحب كثير وين بدك تحط الكولي؟ الكولي رح احطها على السلطه حد السمو كاتيا ذوقي السمو حد السمو بس كلي رح حتى هون هيك اذا بدكم بس خلينا نفرجيه
خلص؟ خلص؟ فينا نشوفه. باخذ الكراميل الكاكاوات وبدي احط احطهم هون شوي هون شوي. اوه يس. فيك تاخذي شوية سلاد إذا بدك كمان هيك to add some more color and up. اوكي. I love واو واو واو. واو. لا هيدا مش تحت دجاج. شفت شو حلوة؟ هلا هالكولي فيكم تحطوها. وهذا مش بس هيك بده صورة. بس لازم ندوق على السريع مرة. يلا انتوا ذوقوا انا بصور. بس تنقل لك انه طيبين. مش تنشوف اذا طيبين. بدك تحسي مع الدبس. حبيت. واو. في ذوق معكم؟ عن جد واو. خليني ذوق معكم. بدي اشوف مع الكولي شو الوضع عنه. الكولي اخوات. اخوات. كولي خويت. هاي رح حطها هون. واو. اخو اثنين سمو. اف اي ماي هون. الكولي شو هي؟ بطاطا حلوة و بطاطا حلوة فينيغدو جزيريس وزيت زيتون ومرقة. وهودي البصلات بس السلاد. بس بالميكسر. واو نايس. وهيدا. واو واو زيبو. عقبال المية كاتيا. كاتيا عقبال المية. كاتيا. ميرسي مارون. وي ميد يور داي. ايه ويو ديد. عن جد. يو اولويز دو. ميرسي مارون. ميرسي ستيف. مش معقول. ثانك يو. One of the best dishes I've ever had. Very nice. كثير طيبين. كثير. صحتين. أكثر. صحتين. كلهم. مشاهدينا خلصوا فقرات ويلدان لليوم، أنا برجع بشوفكم نهار الاثنين، بتمنى لكم ويك إند ممتع وما تنسوا البسمة على وجهكم. باي باي.